حارة كلها قدامك فتشها بيت بيت، وإذا لقيت صبحي وسمعوا شحطهم هن واللي مخبيه. طيب أنا شو سوي؟ وأنا شو بيعرفني يا أبو جودات؟ كمان أنا بدي أعلمك شغلك شيء؟ أخي أنا بدي فتش بيت أهل سمرة. لك روح، أنا بدي فتش وأنا وياك كمان شغلي. تفضل. يلا يلا تفضل. ما هقيت ان يوصل لمك فيكم بالهدرجة. اثنين من رجالي ينذبحون واربع بواريد يروحون للدرك، وانت تقول حنا راصين الطريق من العسكر، والعسكر كانوا قاعدين ينتظرون قدومنا يا ابو عرب. شو نعمل؟ في واحد دازز علينا. واحد من رجالك او من رجال ابو النار، ولزوم تعرفون من اللي يقعد معاكم من يقل اخباركم، وانتم ما تدرون عنه شيء غير انه اللي يكون واحد قريب من رجالك او من رجال ابو النار. لك هذا اللي محيرني انا وابو النار، ما عم ننام الليل كلياته، بدنا نعرف مين هذا الدساس اللي عرف عنا كل شيء. لا حول الله. اسمعني زين يا ابو عرب، انا مصدقك ومصدق كلام ابو النار، ترى سلاح ما عاد يوصلكم ابدا. ألين تعرفون من هذا الدساس اللي قاعد معاكم ويأكل من أكلكم ويخون الزاد؟ أنا وأبو النار ما رح يهدلنا بال لحتى نعرفوا من هذا الدساس، بس بدنا سلاح، بدنا سلاح، والدرك فايرة فورة مو طبيعية. وليه لعاد؟ إن قتل عنا هون واحد دركي بالحارة، واللي قتل واحد كان قاعد عنا بالحارة، بس أنا كنت مفكره إنه دساس. شلون؟ طلع واحد ابن حلال وزقرتي ومرتب وعلى كيف كيفك، ولازم نحميه، وبدون سلاح ما فينا نحميه. كيف يا بار؟ كيف وما في امان على رجالي؟ لك باذن الله راح يكون في امان، بس استنى علينا كم يوم وحيات هالشوارب الا نلقطه لهالواطي. ليش ما اجى ابو غالب اليوم؟ وشو بده يجي يساوي عقيد من بعد ما طعميته قتله وولعته من الدكان؟ بيستاهل. ليش قعدت يلعب علي وسوي دشي قدام ابو عرب؟ انت ما فهمت عليه شو بده، وما استنيته لحتى يحكي لك، دغري طعميته قتله. ها؟ وشو بده هلا فندي؟ ما بعرف. ما بتعرف؟ لكن بس بتعرف تلعب علي انت وياه وتخربوا لي بيتي اللي بحاره الضباع. صدقني هو اللي لعب بعقلي يا عقيد. تضرب منك له، قول ايه؟ امرك عقيد، بس لا يطلع خلعك علي. ولك بدي اعرف شو هالمشاكل اللي سواها معي بحاره الضباع. يا عقيد هذا الزلمه مقهور من جواته، وبده مين يساعده؟ وشو اللي قهره؟ عقيد اساله وهو بيقول لك. شو اللي يصير يا ابو عرب؟ يا مختار الدرك بالحارة على غابتك يا ابو عرب. يا مختار شو عم بتقول؟ وبعدين يا مختار رح نضل ساكتين. شو هالحكي؟ ولقطوا عنده فردين يا عمي ابو حاتم. ولوين اخذوه هلا؟ اكيد على القلعه. رياض؟ مر عمي. روح لعند معتز وقول له يروح هو وادهم لعند ابو شهاب على السريع يخبروه شو صار بابو عرب. وجاب شرف سيد ادهم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، شو هالحكي اللي عم تحكي لك ادهم؟ شلون بدنا نساعده عقيد؟ شلون؟ وكل الله. إلا ما نلاقي له دوباره ونفك أسره من القلعة، حتى لو بدنا نهربه تهريب. بيصير عقيد؟ بإذن الله كل شيء بيصير. مصيبة يا أبو نير، مصيبة، مصيبة كبيرة وقعت على راسي. شو هي المصيبة؟ هرب من عندي سجين وعنصر بعناصري. لك هي بعرفها، انطبلت فيها المخافر كلها. بدي إياك تساعدني بهالورطة. لك أنا ورطة؟ أنت يا أبو جودات شغلتك هون رئيس مخفر، مو شغلتك حارس على بعض المحابيس. بعدين هي المصيبة بتوع فوق راسي بيهربوا من الحبس، أنت ما عليك شيء؟ بعرف هالشي يا أبو نير، بس مصيبة أكبر من هيك. شو هي يا أبو جودان؟ العنصر سبعه يلي هرب، سرق لي فردي يا أبو نير. شو عم تقول يا أبو جودان؟ كنت نايم، شلون فات على مكتبي وسرق الفرد ما بعرف. لا 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 يا أبو جودان، والله شغلتك صعبة كثير، ما راح أقدر أفيدك بشي يا أبو جودان.
ما بتتدبر معك يا ابني. اذا مشان الفرد بتدبر لك فرد، بس مثل الفرد اللي معك مستحيل يا ابو جوده. طب والعمى؟ حميل فرد ايش ما كان، المهم انت معك سلاح يا ابو جودان. اذا اجى تفتيش بتفرجيهم الفرد، ما بتفرجيهم نمرته، واذا اصروا بدهم يشوفوا النمره بتفقسهم كم ليره بينهولك الشغله. بعدين بدك تستنى يا ابو جودان، يا ليموت الوالي، يا ليموت الحمار، يا لتموت انت. وبركة ما سكوا لسمعوا ولقوا فردي معه. فردك ما رح يرجع لك، لا لك ولا لغيرك. انا بكره رح ابعث لك فرد من عندي، احمله ابو جودان ولا تخاف من شيء. يخلي لي اياك يا ابني، يا حبيبي يا رفيق عمري، يا ابن دورتي انت. بس وينك ابو جودان؟ الفرد بدي حقه. حقك ابو منير، حقك. عاوز شي يا مو؟ وين رايح؟ رايح عند خالي ابو شهاب. ما بدك تتعشى؟ لا يا مو، مالي جوعان. وبدك تطوي؟ ما رح طوي يا مو، ما رح طوي، ادعيلي. مع السلامة يا مو، الله معك. لا تطول علي. لا يا مو لا، لا يكون لك مدري. رح ينطف قلبي على ما افرح فيه بقى. ليش ما عم تقوم على شغلك ابو غالي؟ لك لمي بدي اشتغل. اشتغل مشان حالك، مشان تاكل وتعيش. انا خلاص حاسس انه ايامي خلصي. ولا حكي فاضي، خاف من ربك يا رجل. كل هالقد انا هامك عقيد؟ لك ما بتهمني، لك نحن عشرة عمر يا رجال، شبك ابو غالي شو صاير لك؟ يلي مثلي ماله قاعدة مع الكبار. انا اصغر من انه اقعد معك عقيد. انت كبير يا ابو غالب، كبير. شو صاير لك؟ شو انا كبير عقيد؟ بالمصاري اللي معي ولا بنسب عيلتي الطفراني؟ انا من جد جدي عم بداس بالصرامي يا عقيد، بالصرامي عم بداس. اللي ابو غالب ولا تستحي مني، عاوز مصاري شي؟ لك انا ما بدي منك شي ولا من الناس. أنا لا بدي دكان ولا بدي مصاري ولا بدي بيت، أنا بس بدي ولد، لك ولد يحمل اسمي، ولد يقراني الفاتحة بعد ما أموت، هذا اللي طالب. روي أبو غالب، روي، روي. هلا كل المشاكل اللي سويتها مشان الأولاد. خلاص أنا ما عاد ساوي مشاكل مع حدا، ويحرم علي أحكي مع حدا. أنا أبلان باللي كاتب لي إياه وسلمت أمري له. أبو غاليب، إذا حابب تتجوز جوازتك علي. كتر خيرك يا عقي، أنا بدي ولد لكبرتي. الله وكيلك وكيل السماء والأرض. قاعد لحالي، لك إذا بعتاس كاسة مي ما بلاقي مين يجيب لي إياها. صدقني لجوزك ست الستات، مرة تسر قلبك وخاطرك وتجيب لك عر أولاد، منيح هيك؟ إن شاء الله إن شاء الله. أبو غاليب، بروق لعندي عالدكان واللي بدك اياه بيصير، وحياة الشواري بدول خاطرك. الحمد لله على السلامة.
السلامة، حبيبي على السلامة، أهلين وسهلين، أهلين وسهلين. الحمد لله على السلامة يا مو، وين هالغيبة؟ ليش طولتي؟ والله استقنا لك مرت عمي، استقنا لك كثير. لك اسكتوا، صار معي شغلة وشغلة. أنا وصلت على الأردن من هون، ما بعرف شو وصل لي، التحج فرد لحشة بالفرشة، ولا قبل كم يوم لحتى صحيت. خير يا مو خير؟ ضعفت ضعفة كبيرة يا مو. والله يجبر بخاطرهم عمتك وجوز عمتك، قاموا فيني أمي، ما رح أنساها طول عمري. من مستشفى لمستشفى ومن حكيم لحكيم، هيك الحمد لله حتى تعافيت. لي على قامتي، الحمد لله على سلامتك مرت عمي. الله يسلمك تقبريني. وينها عمتي يا مو؟ عمتك وجوزها راحوا لعند عمك ابو نصوح مشان يقولوا له ان اللي سواه معنا باطل ومو حقاني. شو يعني يا مو؟ يا مو عمك ابو نصوح ما له شيء عنا لا من البيت ولا من الحيط. مو تاري ابوك عاطي حق حصته وهو ساكت عليه وبده الهطب الحرام منا. الله يسامحك يا عمي. يعني هلا مرت عمي ما بقى حدا يطالبنا بالشي؟ هي خلصت قبريني، هذا البيت إليك ولابراهيم. شلون الشغل حكيم؟ الحمد لله. اي والله الحمد لله. كانه في بتمك حكي. الي عندك طلب بتمنى ما تردني. باطل، وصلت. عمي ابو حاتم انا لازمك شي احكي، رقتي سدادي. لا الحمد لله الله كافيه. لكن شوفي احكي حكيم، لا تستحي. عمي ابو حاتم تسمح لعيال بيتنا يجوا لعندكم على البيت مشان؟ مشان شو؟ عمي انا بيشرفني اطلب ايد بنتك حميده على سنه الله ورسوله. شلون؟ مالك موافق عمي؟ لا شو مالي موافق؟ اهلا وسهلا فيكم. أهلك إمتى ما أجوا لعنا بيشرفونا عمي؟ الله يخلي لي إياك يا عمي أبو حاتم. تسلم عمي تسلم. أبو مالك لك شو صار بالشاي؟ يعني شو يا شهيرة؟ يعني إذا زميلي ما حبليت بدي زوز بشير وحدة تانية. لب يمين يا الفكرة من راسك بقى. ابن عمي قديش إله متجوزة؟ إيه منستنى عليها شوي تاني، شو صار يعني؟ لأيمتى ابن عمي لأيمتى؟ لك يا شهيرة يرضى عليك ساعديه قد ما بتقدر، هي بنت الغالية وعصام وما بيستغني عنها ولو شو ما كان. يعني حتى لو ما جابت له اولاد؟ هلا ما بدنا هالحكي الفاضي ونقول البنت ما بتجيب اولاد، اعملي هاللي بدك اياه، خديها على الداية على الحكيمة على الشيخة، اعملي هاللي بدك اياه، بس انه يجيب مرة فوق على بشير هي ما بدي اياها بنوب. قولي على قامتي لا تقوم ما تجيب له اولاد وتنقطع ذريته للصبي. وكلي الله يا شهيرة وكلي الله، هذا كله بيد ربك لا بايدك ولا بايد جميلة، بخاطرك. الله معك ابن عمي. مع السلامة. شو صار بالشاي يا حميدة؟ ايه يا عمو ليكي اجيت. اهلين بالحكيمة. ايه والله وبيل بقلها تقبر قلبي شو ايدها خفيفه بضرب الابر، صارت احسن من الحكمه. خير بخير. يسلموا يا ابي. ان شاء الله الف هنا. شفتي شو بقول لك يا ابي؟ شفتي؟ خير يا ابي. خصلت عنيب اشتهت لي اياها منك، سبحان الله. اكلت هي منها واكلت انا منها واخر حبه وصلت لتمي وبعدين رجعت واكلتيها انت. يبعت لي حمى يا بي. بعيد الشر عن قلبك يا بي، أنا مو هذا قصدي. قصدي إنه الواحد ما بياكل إلا قسمته نصيبه، وإذا ما إجا نصيبه أو تأخر بيكون الله إن شاء الله وعده بأحسن، بس هو يصبر ومن صبر ظفر. شايفتك اليوم عم تحكي بالألغاز ابن عمي. لأنه في شي بيفرح. خير إن شاء الله. شو في اليوم؟ في حدا خطب مني ست الصبايا تريت بيتي الحكيمة. مين؟ حدا برحمة بيك. تقلي مين؟ الحكيم حمزة. سألتك بالله عم تحكي الصحيح؟ you
رافعوا الى امام. عليه ارفع ايدك لفولك. فولك اي حركه رح تطيها الفرد براسك. تبت اسمعوا لا انت وياه بتقولوا لسيادكم انه هذا الضابط بدل ابو عرب عقيد حارة الماوي وبدل كل المساجين اللي بالقلعه ومعكم لبكره. اذا ما طلعوا انا رح اقتله. كمان on se dit d'enlever un lieutenant français. Je veux le lieutenant enlever avec celui qui l'a enlevé. À tout prix, vous comprenez? Même si vous serez obligé de détruire Damas. Espèce de... انا ما بدي منك شيء. وبعرف انه عندك ام واب واخوات ويمكن مره اولاد. بس انا اللي بدي افهمه. انتوا ليش عنا هون؟ وشو بدكم منا؟ وليش عم تاخذوا رجالنا؟ ليش؟ لا تخاف انا ما رح اقتلك. بس اذا ما طلع ابو عرب وكل المحابيس فبدك ما تواخذني. فادعي لربك انه يطالعون وما يتهاونوا. عم تفهم علي ولا ما بتفهموا بالعربي؟ تصبح على خير معتز. الله معك عمي ابو احمد. الله يرحم ابوك. عيش على راس التكية وتكون عندك. شو نصاب حتي؟ بيظهر قامت. شو اللي قامت؟ قيامتهم إن شاء الله. الله يستر. آمين يا رب. وينك لهلا؟ كل الشباب مستني فوق. فوت عم اقول لك صبحي خطا ضابط فرنسي وقال بده بداله ابو عرب وكل المساجين اللي بالقلعه. ونحن شو دخلنا لك ابو جوده؟ دخلك ونص ابو شهاب صبحي من حارتك وانت بتعرف وينه. واقف عندك حاجة تتبلانا بشغلة ما قلنا خص فيها. بدك صبحي وسمعه روح دور عليه ولا حالك. أما شيت إنه عالطالعة والنازلة تتهمنا بإنه نحن منعرف وينه ومخبينهن هاي ما رح أسمح لك فيها بنوب. اسمع هاي الشغلة كبيرة كتير كبيرة أكتر ما بتتصور. أبو شاب قدامك من هول لبكرة يا بتسلمني صبحي وسمعه يا أما لا تكون بغير حالك أنت وكل أهل حارتك وأنا حصرتك. ها لو بتنطح راسك بالحيط ما رح تطول ضفره. لك الله محيي البطن اللي حمل هيك رجال. قرر زعماء الكتلة الوطنية التجمع بكرة قدام السرايا بمظاهرات كبيرة من أجل المطالبة بإخلاء جميع المعتقلين السياسيين الموجودين بالقلعة. ومين رح يكون معنا؟ رح يكون معنا عدد كبير كتير من الأهالي. بس انتوا قولوا لي هالبيان مشان نتناقش فيه. سجان هذا هو إمام سجان. كيف مكانك؟ اجرام! هذا انت يا واطي. يوم الظهر كنت عند عقيد ابو شهاب. افتح ايه ايه عرفتك عرفتك.
خير؟ بنتي العقيد ضروري. بس هو ماله هون. روح قل له ادهم بده اياك ضروري بسرعه. معناتها انت فوت وسكر باب البوايكيه لبين ما روح واندهله. يلا يلا. لن يفر احد ابا جوده، اليس كذلك؟ لا شو يهرب ما يهرب سيدي؟ انا اليوم مناوب هون وماني رايح البيت مشان احرصه للصبح. Dis lui qu'il y a un nouveau soutien qui arrive ici plus tard. في مؤازرة جديدة ستأتيكم ابو جوده قريبا. Et surtout que je voudrais bien une très bonne surveillance ici. وحراسة شديدة كثيرة نريد منكم. A votre service, mon lieutenant! Allez, dégagez. والله لا ربي فيكم حارات الشام يا كلاب. هات مفتاح يا ابني، هات. ما حدا بيتحرك وبتدمع عيونكم وفتح فمانين. كل ربع ساعه بدي اعمل كبسه عليكم يا كلاب. وهلا هو بالباقي عم يستناه وقال بده اياك بسرعه. روح اجمع لي كل الشباب وخلوني لاقولي على باب الحاره. اوام امرك. مختار يا مختار، وين كنت يا ابو علي؟ حمدي كان بده يقتلني يا مختار. شو؟ هو اللي قلت لك على بيت ادهم، حمدي غريمنا، هو دساس الحارة. مرنا خالي. الحجر بمحله انطار يا رجال. خليكم ناطريننا هون وجاهزين على الندى. تعا معي انت ورياض. امرك خاص. الله 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 الله. خير ام حاتم؟ خير؟ شو عم يجعين؟ ما بعرف يا ابو حاتم، حاسه حالي كاني بدي اقول لدليله. جيب لك ام زكي. اي والله رح جيبها، خليها تتاكد من ولادتي. على عيني على عيني. ما عرفت لوين اخذوه. على المغفر يا عقي. متاكد يا ادهم؟ انا لاحقتهم من بعيد لبعيد لحتى فاتوا فيهم على المغفر. معتز مري خالي، تاخذ حصاني وبتطير لعند ابو حسن على الغوطه، بتقول له بين لك العقيده ابو شهاب. فزعه يا رجال. يا عيونك يا خال. ابو الروم مني عقي. ما بتخلي قطعه سلاح مخبايه بالحاره اللي بتطلع، وبدي اياك تستنهض لي كل رجال الحاره على الندى. ابشر. فتحي مور عقي، طالع لي الباروتين المخبايين جوا. بامرك. أبو حاتم، مرتك وولادي، بس مو هلا، بعد أربع خمس ساعات، يعني بدها لوش الصبح. يا رب يا رب يا مخلص النفس من النفس، تيما بالسلامة يا رب. أبو حاتم روح جيب شريفة من بيتها، وبطريقك مروح على أم عصام وخلي حدا من أولادها يوصلها لعنا، بركي بتساعدنا شوي. يلا يلا أم زكي، رح روح جيب لك ياهن، وانا رح بستنى بالحاره، اذا اعتزتوا شيء بعثوا لي خبر. جاي تقتلني يا سمعة؟ حقك، أنا كنت عم بستناك مشان تخلصني من هالدين اللي حطوا أبي برقبتي من دون ذنب. خد، بس أماني برقبتك، لما بتاخد بتارك خلي هذا عندك رهيني لحتى يطلعوا كل المساجين. مين هاد؟ مثل ما عندك شايف
ضابط فرنسي. انت خطفته؟ ايه انا. وليش ما قتلته؟ ما لي مصلحة بقتله. انا خطفته كرمال العقيد ابو عرب والمساجين اللي بالقلعة. شبك؟ ما تقتلني وتاخد بتارك؟ بعد اللي شفته منك بكون ظالم وندل اذا بقتلك. سيك فردك يا صبي، كمل اللي بديته، أنا معك بهالشرف العظيم. الله يرحم أبوك، يرحم البطن اللي حملك. عيون أبو شاب، يلا يا رجال، فيهم خيالي واسرجوا الخيل. وحياة الشام وعيون الشام، ما بيضل حدا بالسجن وأنا أبو حسن. معناتها رح حسبوكن على الحارة عمي أبو حسن. رايحين سوا أبو العز. بسرعة يا رجال. الخاين والحشو برات الحارة. القصة كبرت كثير يا رجال، والسلاح وقت عازته بيعادل الروح، منشان هيك كل واحد يدير باله على سلاحه. خلي هاي معك، ما بقى لي صلب حسن ورجاله. أنا مالي سلاح عقيد. سلاحك إنك تضل بعيادتك يا حكيم، وفهمك كفاية. عمرك عقيد، بالإذن. حكيم، مرني عمي أبو حاتم. مرت عمك اليوم ولادي، خلي بالك معهم الله يرضى عليك، وإذا صار لي شيء العيال بأمانتك. ما هون يا عمي، قول يا رب. يا رب. خليل خليل، شو عصام؟ بعتزوا أبو حسن ورجاله وصلوا. خليل قولوا الله يا رجال. يلي بده يتحدى هي الحارة من قدى، في مين بيحمي الدار بالحق يصون حدى. النظارة يا واطي، هات المفاتيح.
اعتز طعاد. شوفوا شغلكم خالي. امرك خالي. اعتز اترك لي يا اخي، هذا من حصي. خذوه اطلعنا. فوري شو الشباب. ابو حسن الشباب بمعيتك فك اسره. ولو يا ابو شهاب هدول اولادنا. وصلت درك عديد يا رب. يلا شباب حركوا بسرعة. يلا دكوه جوا. وانت يا ادهم انا راح اضل هون بالحارة. اذا خلي هذا معك يفيدك. قول يلا. Je vous donne un délai de 5 minutes pour ouvrir cette porte et vous rendre. معكم مهلة خمس دقائق لفتح هذا الباب وتسليم أنتم. Sinon j'ordonnerai l'artillerie de détruire complètement ce quartier sur votre tête. Lâche que vous êtes. وإلا سأعمل سلاح مدفعية بهد الهرة فوق رؤوسكم أيها جبناء. شام شامك. شام شامك. ولوسة من ضامك يا أبو شهاب. ولوسة من ضامك يا أبو شهاب. بك يا شام مو من شيمته الاستسلام. بدها مال المال بيحضر، بدها رجال الكل استنفر، وان ما كبرت ما رح تصغر. وحياة عيونك يا شام.